ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جمعة مبارك. دكتور، بداية نرحب بك. الآن القانون الذي صدر بشأن العقوبات البديلة يحمل الكثير من المعاني الحضارية وأيضا الأهداف المجتمعية، كيف يعني ترى هذا القانون وكيف ترى هذه المبادئ التي نص عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مما لا شك فيه أن جلالة الملك حفظه الله ورعاه قد اتبع نهجا إنسانيا متسامحا في البحرين. وقانون العقوبات البديلة، في الواقع أننا نتحدث عن القانون رقم 18 لسنة 2017، هو خير دليل على ذلك، لأنه قانون يتيح الفرصة للمحكومين للالتحاق بأسرهم وعائلاتهم وذويهم وأصدقائهم، وفي الوقت نفسه يوفر لهم فرصة للقيام بعمل مفيد يصلحون من خلاله أنفسهم وأوضاعهم. في الواقع هذه المكرمة الملكية وهذا الأمر السامي لجلالة الملك وهذه التوجيهات التي تأتي في فترة تحتفل بها البحرين بأعيادها الوطنية هي أقصى درجات الإصلاح والتسامح، حيث أن العفو يأتي عند المقدرة. جلالة الملك حفظه الله ورعاه يضرب لنا مثالا يحتذى في التسامح والمحبة. وفي الواقع جميع الجهات في الدولة قد تكاتفت من أجل إنجاح هذا المشروع، بحيث أن كل جهة حكومية وضعت برنامجا تساعد من خلاله الجهات المعنية بالتنفيذ، ونحن نتحدث عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهاز القضائي. كل جهات الدولة تكاتفت من أجل مساعدة هذه الجهات في تنفيذ هذا القانون. طيب دكتور، هناك مؤشر واضح على أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة من خلال الدور الذي تقوم به إدارة تنفيذ الأحكام التابع لوزارة الداخلية، ما هي رؤيتكم دكتور لهذا التطور؟ طبعا من دون شك التوسع في تطبيق هذا القانون هو دليل على حضارية البحرين. يعني الآن أنت حينما تتحدث عن محكومين تتراوح فترات حكمهم ما بين الحبس أو السجن في لفترات لا تزيد على سنة إلى ما يصل إلى 5 سنوات. نعم. هذه الحالات نظمها القانون والتعامل معها من خلال قانون العقوبات البديلة، بحيث يمكن لمن استوفوا اشتراطات معينة أن يتم تطبيق العقوبات البديلة عليهم. هذا بحد ذاته يوفر ضمانات لحمايتهم أصلا وإصلاحهم، في نفس الوقت هو يعني إصلاح للمجتمع وفرصة لتلاقي الأسر والعائلات والتحامهم ببعض. في نفس الوقت علينا أن لا ننسى أن هذا القانون قد حظي بإشادات دولية، تقارير دولية، من بينها تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية أشاد بهذا القانون وبتوجه مملكة البحرين نحو تطبيقه. والتوسع في تطبيقه يعني المزيد من العفو والمزيد من التسامح والمحبة، وهذه هي في الواقع المبادئ التي أرساها جلالة ملك البلاد حفظه الله ورعاه. سياق ما ذكرته دكتور، ووفق الإحصائيات فإن عدد المحكومين الذين سبق وأن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها بلغ تقريبا كما ورد في المرسوم 1116 محكوم، كيف ينعكس ذلك على دمج هؤلاء في المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية؟ طبعا بالنظر إلى أقسام العقوبات البديلة التي نص عليها القانون، فنحن نتحدث عن عمل اجتماعي، عمل مدني، هناك أيضا إجراءات أخرى مثل الرقابة الإلكترونية، منها أيضا الإقامة الجبرية وغيرها من الإجراءات التي نص عليها القانون، ومن حق القاضي أن يحددها بحسب ما يراه ملائما. طبعا هذه الدفعة اليوم نحن نتحدث عن 530 نزيلا، هي أكبر دفعة بحسب تصوري يعلن عنها دفعة واحدة، وتأتي في ظل احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وجلالة الملك حفظه الله ورعاه وجه بإدراج هذه الدفعة ضمن إجراءات العقوبات البديلة. إذن بالتالي فإن انخراط هؤلاء في عمل مدني وعمل اجتماعي وعمل حكومي يوفر لهم فرصة الإصلاح، وفي نفس الوقت يوفر لهم فرصة التدريب، لأنهم سوف يعملون في مختلف المواقع في الدولة التي توفر لهم تدريبا وتكسبهم خبرات علها تكون فرصة مستقبلية لهم لإصلاح أنفسهم وللمزيد من الفرص التي تساعدهم على العيش. هذه أعتقد بشرى كبيرة جدا لشعب البحرين وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء
بأن هؤلاء الآن سوف يعودون ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ويطبق عليهم القانون البديل في نفس الوقت، وبالتالي فهذه فرصة نرفع فيها التهنئة في الواقع لشعب البحرين ونشكر جلالة الملك حفظه الله ورعاه على هذا الأمر السامي. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك.